وين بدك تقعديني اليوم؟ وين ما بدك، هاتي لشوف. صيني، ياباني، فرنسي، طلياني، ألماني، تركي. لا ما بدي تركي لأنه أنا ما بحب المدبلج. لبنان، الغي لي كلمة وعيد بعد الظهر اليوم، مالي راجع عليها. طيب. يلا. باي حبابي. مع السلامة. صاحبي المناسبة لبنان ما في داعي ترجعي أنت بعد الظهر، لأنه أنا مالي جاي على عيادي. إيه لا بقى، لهون وبس. شو بك لبنان؟ شو صار لك؟ شو في؟ شو صار لي؟ شو في؟ أنا ما عاد أقدر أتحمل، ما عاد فيني غطي عليك أكثر من هيك، لك ما عاد فيني كذب أكثر من هيك، حاج ضحك بقى على رفيقتي وأنا ما في غير عم ستر وداري ستر وداري، أصلاً أنا ما عاد بدي أشتغل عندك ومنيح هيك وها. سلم إليك يا مين، فاصوليات بشغل. تسلم. إن شاء الله صحة وهي. تخيلي شو صار معي اليوم بالجامعة. إجا طالب شو قال لي؟ أعطيني 20,000 ليرة نجحت بالمادة، فلج لي حياتي. شو؟ العمى بقلبه؟ طيب أنا مين رح ياخذني عند شي محامي؟ يعني معقولة أنزل على الشارع لحالي وأخذ سيارة تاكسي وفت البلد على شي محامي؟ نسومي حبيبتي. لكن من الأخير بتفللي لي السيارة وبتغيري لي زيت، شو قلتي؟ نسومة هذا اسمه ابتزاز عاطفي. دخلك؟ شو اسمه هذا الطالب اللي عرض عليك هالعرض المغري؟ ربيع طه. دايما صحة على قلبك. نور ليش ما عامله بالميتو؟ انا ما بحب فتوش. لا تواخذينا، ما بيمشي حاله الفتوش. يا الله يا نفسي الفاصوليات شو كانوا طيبين، بتعرفي ناسي كثير فرحها ما كان جاي على بالي تعمل فرح هذا. صحه نور. نور انت زعلانة مني شي؟ لا ابدا، ليش الازعاج؟ نور انا بدي لك شغلة. يا ستي من وقت ما اجيتي وانا حاسة انه في بتمك حكي. احكي شو في؟ انا تركت الشغل. شو؟ ليش شو صار؟ ما بعرف هيك مالي مرتاحة. لبنى احكي شو في؟ أنا حاسة بالخيانة. خيانة؟ شو القصة لبنى احكي؟ دكتور أسامة. شو؟ نور، نور أنا تركت الشغل يعني مشان ما نزعل من بعض. لبنى الله يوفقك بلا مقدمات، شو القصة؟ اليوم الدكتور أسامة قال لي إنه علاقتكم صداقة وبس. نور؟ نور استني شوي. نور؟